ده الجربوي يا ولاد، بصوا شايفينه سريع في الحركه ازاي؟ شايفين رجليه الخلفيه بتكون لونج، وبيعمل جامبينج في شكل زجزاج وبسرعه جدا. قاعد اهو جوه الجحر بتاعه عمال يلعب، وبعدين عمال يدور على اكل، شكله اصطاد حبه اكل كده وهيقعد ياكل فيهم. دلوقتي هنشوفه هيعمل ايه. اهو شايفينه الليج بتاعته لونج اللي هي الخلفيه، والارز بتاعته بتكون لارج. شايفين الودان بتاعته، عمال اهو جايب حاجه وعمال يقرقط فيها، لان هو من ضمن الرودنت انيمال الحيوانات القارده، زيه زي الفار بالظبط. بصوا بصوا شايفين عمال يقرقط ازاي، ما شاء الله. قولوا ما شاء الله يا ولاد.